قراءتنا في الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الجنوبية نبدأها بكلارين الأرجنتينية التي دقت ناقوس الخطر بشأن الانتشار السريع في البلاد للسلالة البرازيلية لفيروس كورونا ماناوس، وكتبت أن هذه السلالة الشرسة جعلت سلطات البلاد الجنوب أمريكي في حالة تأهب. وأضافت في مقال بعنوان الحكومة تؤكد ظهور سلالة ماناوس أن الأمر يتعلق بالسلالة نفسها التي تفتك بالبرازيل وتزرع الرعب في المنطقة. وإلى البرازيل، حيث كتب الجورنال دو برازيل أن الرئيس جاير بولسونارو أجرى تعديلا وزاريا طال 6 وزراء في حكومته، أبرزهم وزراء الخارجية والدفاع والعدل. وذكرت أن مغادرة وزير الخارجية إرنستو أراوجو للفريق الحكومي كانت منتظرة، إذ تعرض خلال الأشهر الأخيرة لوابل من الانتقادات بسبب افتقار استراتيجيته في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا للنجاعة. أما يومية إلديبير البوليفية فكتبت أن الرئيس الأسبق لزعيم تحالف كوميدات سيودادانا المعارض أكد أن البلاد غارقة بين رؤيتي التزوير والانقلاب، واقترح وضع ميثاق وطني لتجاوز هذا الوضع المتميز بالاستقطاب. وأضافت أن مقترح الرئيس الأسبق يتكون من 6 نقاط، وهو موجه بشكل خاص إلى الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاقات لمواجهة وباء كورونا والأزمة الاقتصادية والاهتمام بالمشاكل البيئية. وننهي جولتنا من كولومبيا، حيث أفادت الكولومبيانو بأن السلطات لم تنجح بعد في التوصل إلى عمال محاصرين منذ 3 أيام داخل منجم بوسط البلاد، وذلك بعدما أدت أمطار غزيرة إلى غمره بالمياه.